يقول أعمل في سوق لبيع السيارات ويحدث حلف بغير حق، ما حكم عملي مع أناس أعرفهم يغشون الناس؟ حلف بغير الله لا يجوز، لا منك ولا منهم. حلف بغير الله فقد كفر وأشرك كما في الحديث. عليك أن تتجنب الحلف بغير الله وأن تنهى عنه الآخرين. وأما الغش والكذب هذه كبائر، كبائر الذنوب، واكل لأموال الناس بالباطل. عليك أن تنصحهم، تلزمهم بالصدق. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا.